السبب المظاهرة هو إسقاط سوتشي أولاً، يبين العالم أن هذا الشعب قام بإسقاط بشار الأسد ولم يقم يوما ما من أجل مفاوضات كاذبة يترأسها الغزو الروسي الإيراني لهذه البلاد. نحن لا يمكن أن نفاوض غازيا ولا يمكن أن نفاوض قاتلا، إنما نحن نريد أن نثبت أن هذا الشعب قام لهدف هو إسقاط هذا النظام. المطلب الأسمى لهذه المظاهرة هو إسقاط مؤتمر سوتشي، هذا المؤتمر يلي بيأيد نظام الأسد، اللي بعيد كل البعد عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، اللي هو منفرد بدولة روسيا فقط. هذا المؤتمر يلي مطلبه الوحيد هو إبقاء الأسد بالسلطة، إبقاء نظام الإجرام، وإخماد هاي الثورة، ثورة الشعب، ثورة الحرية والكرامة. يا حماس سامحينا، يا حماس سامحينا، والله حقك علينا. يا حماس سامحينا، والله حقك علينا. أنتم منا وإلينا بالجبار ملنا، حاشا الله يخذلنا. فتضحيات دمائنا وشبابنا وتضحيات اللي قدمت من شهداء ومن دماء ومن قصف ومن مهجرين ومن معتقلين ومن مغتربين، كلها لا تقبل بمؤتمر سوتشي ولا تقبل بغير مؤتمر سوتشي. تضحياتنا أكبر من هيك، نحن ما لنا غير الله، العالم بأكمله علينا وما لنا غير الله. احنا طبعا اليوم طالعين بالمظاهرة اولا للتأكيد على استمرارية الثورة، وللتأكيد على اهمية المظاهرات اللي احنا بلشت ثورتنا فيها، وثانيا لحتى التأكيد على اسقاط نظام بشار الاسد اللي احنا من بداية من 7 سنين احنا طلعنا لحتى نسقطه، ونرفض هاي المؤتمرات اللي مثل مؤتمر سوتشي اللي عم يدعي للبقاء بحكم بشار الاسد. طالما بو ثورة شعب وبو ثورة وبو تضحيات لازم يكون بو مظاهرات.